عقد مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي إيثان وولدريتش مؤتمرا صحفيا في مدينة إسطنبول، استضاف به عددا من وسائل الإعلام العربية. طبعا يأتي ذلك المؤتمر عقب انتهاء زيارته لمنطقة الشرق الأوسط وزيارة العديد من الدول العربية كالأردن والإمارات ومصر والسعودية. طبعا تحدث لوسائل الإعلام التي كنا أحدها عن أهم الأهداف أو السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري، وتتمثل بأربعة نقاط أساسية، وهي المتابعة بإدخال المساعدات الإنسانية بالإضافة للمتابعة بمحاربة تنظيم الدولة، والحث على جميع الأطراف على تطبيق قرار 2245 على الرغم من صعوبته، كما قال، لتهرب النظام السوري ومماطلته بتطبيق بنود هذا القرار. طبعا وأفاد لنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلمت النظام السوري بأنه سيكون بعزلة دائمة عن الأوساط السياسية إذا استمر بالمماطلة، وأعرب عن جهود الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار والمتابعة في إصلاح جميع الأطراف المتنازعة لإيصال سوريا إلى حل يرضي جميع الأطراف. حسين الزيدي، حلب اليوم، من مدينة إسطنبول.